بعد بقى ما خلصنا كلام عن الزمالك وعن الفريق، معانا بعض الاخبار كده من مهرجان العلمين. البدايه اكيد مع انطلاق اكبر رالي للسيارات الكهربائيه للجماعات في الشرق الاوسط في مهرجان العلمين الجديده يومي الاربعاء والخميس 14 و15 اغسطس بحضور ورعايه رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان التحكيم، لجان طبعا تحكيم دوليه اجنبيه. طبعا المكان ده كان في يو ارينا بمنطقه العلمين وسط 10,000 طالب. الحدث طبعا هو اضخم واكبر حدث للسيارات الكهربائيه في الشرق الاوسط للجامعات، وبيتبع برضو للمنظمه الدوليه المتحده رسميا طبعا على مستوى العالم. ده حدث يا جماعه هو ضره مهرجان العلمين علميا وتنمويا وتعليميا وكمان ترفيهيا، وهو في قمته اعلى مستوى علمي تنظيمي موجود على مستوى الشرق الاوسط. الحدث ده يا جماعه بينظمه مهرجان العلمين الجديده والشركه المتحده كمؤسس ومنظم للمهرجان، وبينفذه وزاره التعليم العالي واكاديميه البحث العلمي وجامعه عين شمس وعدد من المنفذين والمؤسس، وتحت طبعا رعايه رئيس مجلس الوزراء. ودي هي النسخه الخامسه منه للسنه الخامسه على التوالي، وهي النسخه الاضخم حقيقه. يعني خبر برضو مميز جدا، ودي فعلا هتكون حاجة مهمة جدا في الفترة اللي جاية. زي ما قلنا حدث تنموي وحدث علمي وترفيهي وتعليمي، الحقيقة حدث مميز جدا بيحصل في العلمين الجديدة. يعني فخورين أكيد بالأحداث اللي احنا بنشوفها داخل العلمين وداخل مهرجان العلمين، حقيقة شايفين تطور وشايفين مجهود مبذول الحقيقة من جميع الوزراء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بنشوف مجهود كبير جدا الحقيقة ودور مميز جدا جدا. كمان احنا معانا جدول الأسبوع التاني من شهر أغسطس بالمنطقة الرياضية، وده معانا على الشاشة دلوقتي، هيطلع دلوقتي لحضراتكم. ولكن خلونا كده نبدأ بقى مع بعض. هنكون من يوم الأربعاء 14/8 بطولة الاتحاد المصري والبادل لجميع الأعمار، وبتستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس. يوم الخميس 15 أغسطس هتكون بطولة العلمين الجديدة تشامبيونز ليج أكيد للكرة النسائية بمشاركة 12 فريق فتيات، هتبدأ الساعة 4 الظهر. يوم الجمعة 16 أغسطس بطولة الحريفة لكرة القدم، هتبدأ الساعة 6 مساء. معانا أهو على الشاشة جدول الأسبوع الثاني من شهر أغسطس بالمنطقة الرياضية، علشان لو حضراتكم يعني حابين تقروه.